محافظة المنوفية والزميل محمود إسماعيل. تحية لك محمود، وأطلعنا على المشهد لديك الآن. نعم، تحياتي لك سارة ولمشاهدينا الكرام. ما زلنا نواصل متابعة سير العملية الانتخابية والمشهد الانتخابي هنا بمحافظة المنوفية في ثالث أيام الاقتراع في الماراثون الانتخابي، تلك الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها أربعة مرشحين للفوز بفترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات. في حقيقة الأمر أحدثكم الآن من أمام أحد المقار الانتخابية بمدينة شبين الكوم، وهو واحد ضمن 500 مقر انتخابي هنا بمحافظة المنوفية بشكل عام. هذا المقر الانتخابي يضم لجنتين فرعيتين، إحداهما للسيدات والأخرى للرجال. قوام هاتين اللجنتين يزيد على 14,000 صوت انتخابي. فيما يتعلق بنسب الإقبال سارة، يعني هذا اليوم لا يختلف كثيرا عن يوم أمس وأول أمس، حيث شهد هذا المقر الانتخابي في الساعات الأولى من الصباح هذا اليوم إقبالا جماهيريا كبيرا من الناخبين الراغبين في المشاركة في هذا الماراثون الانتخابي والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية. نسب الإقبال فاقت كل التوقعات حسبما يعني أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات. الفئات العمرية المترددة على المقر الانتخابية لسيما هذا المقر الانتخابي الذي أحدثكم منه مختلفة، يعني هناك كبار السن اللافت للنظر كان حشود كبيرة أو أعداد كبيرة من كبار السن رأيتهم يترددون على هذا المقر الانتخابي للمشاركة في الماراثون الانتخابي، إلى جانب الشباب كذلك. في الحقيقة هو مشهد إيجابي جدا ومشرف جدا، يعكس إحساس بالمسؤولية. محمود، يعني هل تحدثت مع أحدهم من الناخبين و رغبتهم في القدوم باختلاف بقى ظروف؟ يعني الآن تتحدث عن مشكلة في بعض الإعاقة أو بعض ذوي القدرات الخاصة، كبر السن أيضا، يعني ليس من السهل أبدا الوصول إلى اللجان الانتخابية. إذن هو يعكس إرادة في المشاركة في هذه العملية الانتخابية. محمود، هذا صحيح سارة، وبالفعل عندما تبادلت أطراف الحديث مع عدد من السيدات وكبار السن أيضا، يعني الذين تحملوا مشقة الطريق ليصلوا إلى المقر الانتخابي والإدلاء بأصواتهم، قالوا بأنهم أتوا ليلبوا نداء الوطن من منطلق إحساسهم بالمسؤولية والشعور بالوطنية تجاه هذا الوطن. الأمر لا يختلف كثيرا عن الشباب الذين حرصوا كذلك على المشاركة بأعداد كبيرة. هناك شباب كذلك متطوعون لحس الشباب وللمشاركة في هذا الماراثون الانتخابي. معي الآن مجموعة من الشباب الذين يعني أسسوا مبادرة أو حملة بشبابها لحس الناخبين على النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية. نتعرف بيك. اهلا بحضرتك يا فندم. مع حضرتك دكتور حازم شعبان، منسق حمله بشبابها في محافظه المنوفيه. قول لي يا حازم، ايه الغرض او السبب اللي خلاك تاسس هذه الحمله لدعوه الناخبين للمشاركه في الانتخابات الرئاسيه؟ هي مؤسس الحمله على مستوى الجمهوريه محمد محمود، رئيس برلمان شباب مصر على مستوى الجمهوريه. اسس الحمله لان احنا بنهدف الى ان احنا نخلق جيل واعي عنده فكر سياسي يقدر يختار بوعيه بفكره المرشح اللي يقدر يعبر عنه. احنا ما بنوجهش حد، لا احنا عندنا فكرة ان احنا نطلع جيل يقدر يختار المرشح اللي بيعبر عنه. احنا ما بنقولوش اختار كذا، احنا مش بنأثر على قراره، عايزين قرار الشاب يكون من نفسه. المستقبل بكره هيكون لايد الشباب، فعايزين الشباب يكون عندهم الوعي والفكر السياسي اللي يقدر يحكم على الامور في نصابها الصحيح. تقدر تقول لي يعني ايه تأثير ده على الشباب في المراحل القادمة؟ هو تأثيرنا على الشباب النهارده، الشاب هو المستقبل. مين النهارده هيبقى عضو مجلس نواب؟ مين اللي هيبقى عضو مجلس محليات؟ مين اللي هيبقى تنفيذي في المحافظات؟ مين اللي هيبقى نائب المحافظ في المحافظات اللي جايه ان شاء الله، الدورات اللي جايه؟ احنا كشباب فلازم نطلع جيل من الشباب عنده الوعي والفكر السياسي ان هو يقدر يبقى عنده فكر، يقدر يصنع تغيير، يقدر يبقى عنده ان هو يأثر، يقدر ان هو يبقى ليه وجود في الشارع المصري، يقدر ان هو يبقى موجود ويأثر ويعرف يتكلم، ينزل يشارك، يبقى موجود معنا. فريق عمل كبير من حمله بشبابها موجودين في المحافظه هنا وعلى مستوى المحافظات كلها. احنا ما بنشتغلش فرد، احنا بنشتغل مجموعه. بقى النهارده اصحاب تغيير، النهارده لو الشباب كلهم نزلوا وبقى لهم قرار، لا هنبقى اصحاب قوه، اصحاب تأثير، هيبقى صوتنا مسموع، فبالتالي لما نيجي نطلب اي حاجه لا هنبقى مصدر قوه ساعتها. خاصة ان الشباب يمثلون يعني اكثر من 60% من المصريين. معانا مواطن اخر حرص على المشاركة. حازم تعالى كده قول لي، ليه حضرتك حرصت المشاركة ان انت تيجي تدلي بصوتك في الانتخابات؟ عشان ده واجب وطني. الواجب الوطني ده لازم يتحقق، ولازم الناس كلها تنزل تنتخب.
انك انت ما تنزلش تنتخب، ده معنى ذلك ان انت بتدي لاي حد مش هتقدر توصل صوتك ومش هتقدر وعدم وصول صوتك للناس، يبقى انت كده فقدت صوتك. وموضوع الانتخاب ده لازم يكون واجب قومي، يعني الواجب القومي ده لابد ان هو يتعمل، وعشان زي ما زميلي قال لازم توصل صوت الشباب، لازم يوصل، ولازم احنا الفتره الجايه الشباب هم اللي هيكونوا اعضاء مجلس شعب او مجلس النواب واعضاء محليات ووزراء، وان شاء الله يكون اللي نختاره القياده السلسله تمسكنا تنهض بمصر وربنا يكرمنا وتبقى الدنيا احسن بكتير من الوضع الحالي، وان شاء الرحمن الفتره اللي جايه تبقى احلى بكتير. وعدم مشاركتنا معنى ذلك ان دي سلبيه، والسلبيه دي حاجه مش كويسه انك انت ما توصلش صوتك. شكرا جزيلا. هكذا كانت آراء الشباب والمواطنين المشاركين في هذا الماراثون الانتخابي من منطلق الشعور بالمسؤولية. طبعا هذا المشهد الانتخابي صار الذي يبدو في الصورة والمشهد الذي يخرج للعالم، يعني صورة مشرفة توضح أن المصريين يعني يمارسون الديمقراطية ويختارون رئيسهم بأنفسهم. كل هذه الأمور لم تكن تحدث لولا وجود يعني جهود مضنية من قبل الأجهزة التنفيذية هنا بمحافظة المنوفية وكذلك الهيئة الوطنية للانتخابات. على أي حال سارة، نسب الإقبال خلال اليومين الماضيين تنذر بأن هذا اليوم خاصة في الساعات الأخيرة بكل تأكيد. نعم، وبالتأكيد من خلال حوار الآن مع يعني ضيوفك الكرام أيضا عكسوا هذا الشعور الكبير بالمسؤولية وضرورة المشاركة في هذه الانتخابات الرئاسية. شاهدنا أيضا الصورة بالخلف توضح يعني مشاركة كافة الأطياف وكافة أفراد المجتمع لديك وتحديدا أنت في محافظة المنوفية. بشكرك على هذا التوضيح ونقل الصورة. شكرا لزميل محمود إسماعيل من محافظة المنوفية.